الإجابة لمن تكون. نور يلعبها داخل المرمى، جول داخل المرمى، هدف يفعلها في هذه اللقطة كابوريا مثلما فعلها في مباراة النصر وافتتح النتيجة. ها هو الآن أراد أن يلقي بكلمة الافتتاح، ها هو كابوريا، وكالعادة أصبح صياد ماهر، أصبح لاعب شاطر يغامر يناور داخل منطقة الجزاء أو من خارجها، فهو قادر على فتح أبواب منطقة الذئاب ليسدد كرة لمست القائم الأيمن وعلقت الشباك مسجلا هدف رائع. الله يا كابوريا، ليتحدث داخل الشباك مرددا العبارة الشهيرة التي تقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامنا، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ ها هو كابوريا يعيش أسعد لحظاته بهذا الهدف: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الصياد عن صدفاته؟ ها هو بالفعل يصطاد، يضع كابوريا كرة جميلة كما نتابع في لقطة الإعادة، اصطدمت بالقائم الأيمن، عنقت الشباك رغم محاولة أبو السعود للتصدي، ولكن كرة كابوريا كانت الأسرع لتعلن عن هدف أول لصالح فريق الاتحاد السكندري. هو نفس الفريق اللي أقصى مصر مقصة من دور 16 لكأس مصر. الله على هدف التعادل، أحمد علي كامل اظهر وبان أيها السلاح المختفي، نعم ها هو المهاجم الخفي يوقع على هدف التعادل مع الدقيقة 71. روعة يا أحمد يا علي يا كامل، علي يا علي يا وردة يا فللي، ها هو أحمد علي يتجلى يضع كرة بطريقة ممتازة، نعم يؤكد أنه هداف من طينة الكبار. الله في كرة يلعبها بطريقة ممتازة خلفية على يمين الهاني أبو سليمان لتزور الشباك لتصبح النتيجة الآن هدف مقابل هدف. كالعادة وكما اعتدنا، أحمد علي كامل له صبغة متميزة في وضع هذه